رجعنا لكم بادي تشالنج جديد، حياكم الله معانا في حلقتنا. اليوم الكوتش فهد الجار الله ما قصر، عطانا تمرين اسمه EMOM. شنو EMOM؟ اسم يمكن غريب، تبي تعرف اكثر تابعنا في هالحلقه شوف شنو EMOM. حياكم الله ورجعنا لكم مره ثانيه برنامج بادي تشالنج، وعندنا لكم تشالنج جديد مع ضيوفنا اكيد فهد جار الله وعبد العزيز صباح. واليوم ان شاء الله راح نسوي تمرين اكيد جبار كالعاده مع كابتن فهد. تشرح لنا اليوم شنو عندنا؟ يعطيك العافيه عبد الله. اليوم ان شاء الله التمرين ما هو طويل، تمرين عباره عن 15 دقيقه، احنا نسميه ايموم اللي هو افري مينيت اون ذا مينيت. فكل دقيقه راح تسوي لي تمرين معين وتريح باقي الدقيقة. أول دقيقة راح تسوي جمب روب ناط الحبل، بس إحنا راح نسويها دبل أندر، خلي نسوي تخلي الحبل يمر من تحت ريلك فرتين. راح نسويها 24 عدة. يعتبر أدفانس. أدفانس والله أدفانس. 24 عدة، بعدها يريح لين تخلص الدقيقة. بلش الدقيقة اللي وراها راح يسوي تو دامبلز فرونت سكواتس، راح ينزل فيهم سكوات لآخر شيء ويصعد. بعدها يسوي 12 عده يريح باقي الدقيقه. اخر دقيقه راح يسوي البيربي 10 بيربي، راح نشرح الحين 10 بيربي. ففكره التمرين انت عندك ربع ساعه، كل 3 دقائق راح تسوي راوند، هذا عباره عن 5 جولات، راح تشتغل يمكن 25 ثانيه وراح تريح باقي الدقيقه. فكل دقيقه راح يكون فيها تمرين. حلو. اول تمرين راح التمارين. أوكي. اول تمرين راح يكون الحبل جامب روب، احنا حق الادفانس يكون سكيلت، نخليه اسهل نخليه اسهل. ثلاث مراحل، اول واحد دبل اندر عزيز، خلي ايده قريبه من جسمه ويحاول ينقز ويخلي الحبل يفر من تحت ريله مرتين. تمام، هذه احنا نسميها دبل اندر. دبل اندر اللي ما يقدر يسوي دبل اندر يسوي حبه تحتها سميها سنجل اندر، بس ينقز نط الحبل العادي سنجلز. دائما يحاول يخلي كواع قريبه من جسمه، ودائما اللفه تكون بالرست. حلو، نفترض شخص يمكن مبتدئ ما عنده الحبل، ما مسك الحبل الحين، بقول لك اياها، ما عندك حبل ماكو مشكله، خلي الحبل، راح تسوي بدال الحبل موفمنت احنا نسميه جامبينج جاكس. جامبينج جاكس تحت لفوق. فانت عندك الحين ثلاث انواع حق هذا التمرين، دبل اندر ما تقدر راح تسوي ادفانس سنجل، وبعدين تقدر تسوي الجامبينج جاكس. ممتاز. وهذا التمرين راح تسوي 24 دبل اندر، اذا ما عندك دبل اندر راح تسوي 48 سنجل اندر. اوكي، اذا ما عندك سنجل اندر راح تسوي كل ما صار اسهل زدنا راح تسوي 48 جامبينج جاكس. المفروض تاخذ منك 30 ثانيه اقل. التمرين يهدف الى انه يشغل الكارديو بشكل عام. هذه كارديو، بيور كارديو. كارديو بيور كارديو. تمام. اوكي، الدقيقة اللي وراها تشتغل راح تسوي فرونت سكوات وذ ذا تو دامبلز. عزيز ترجع ورا شوي عزيز، ايوه، بالفرونت سكوات يخلي الدامبل على كتفه، راح ينزل فيهم سكوات، دائما يحافظ ان ركبه ما تروح لداخل، دائما تروح لبرا، ريله تكون على مستوى الكتف. راح يسوي 12 عده بالدقيقة. طبعا الوزن يختلف حسب الشخص امكانياته، لو واحد اذا ما يقدر يشيل وزن عايز ممكن تنزل الوزن، ممكن تسويها من غير وزن، بس راح تزيد العدات، راح تصير 16 عده. 16 عده اير سكوات، سكوات العادي دائما صدرك فوق، ممتاز. تنزل شوي شوي، تخلي الهبس خصرك ينزل لتحت مستوى ركبك. ممتاز عزيز، خلصنا. فاول دقيقه راح يسوي الحبل، ثاني دقيقة راح يسوي الفرونت سكوات، ثالث دقيقة والأخيرة هذا التمرين اللي ما حد يحبه اللي هو راح تسوي 10 بيربيز. عشاق الجميع التمرين البيربيز، بيور كارديو
فول بادي يشغل جسمك كله، راح تنزل تخلي صدرك وفخذك يحوشون الارض عزيز، وانت صاعد تبريلك وراح تنجز وتصفق وتحاول تخلي جسمك يكون سيده. في خطا وايد شائع لما الناس تسوي بيربيز عزيز، وانت صاعد يبرك داخل تدفع الهيلز، وهو صاعد اجين وحده اوقف على التوز، وهو صاعد يبريله على التوز وما يوسع ريله، فلا دائما لما تسوي البيربي وانت قايم وسع ريلك عشان اوكي تكون واقف سيده. بس البيربيز طبعا معروف مثل ما قلت عالميا هو احلى تمرين، او يمكن اكثر ناس ما تحبه، بس ليش تعتقد ان هذا التمرين دائما صعب، او يعني الناس تحاشاه دائما؟ هو شوف هذا التمرين مو صعب، حلو، بس يبي له وقت على ما تتعود عليه وجسمك ياخذ على السيستم ماله. انا هذه الحركه توني سويت تحدي 100 يوم تسوي بيربيز لمده 100 يوم، 100 طقه ب 100 يوم، 100 طقه في 100 يوم، بلشت فيها واحد واحد وخلصت فيها 10-4 ما شاء الله خلصت. فهو صار احلى تمرين، صرت احبه. اوكي فانت الشيء استمرت عليه راح تحبه، وايد مفيد التمرين، اندورنس، لياقه، صحيح. جسمك كله يتحرك، فروم تشست، شولدرز، ريول، كور، كله مفيد. كل جسم. فعندنا اول واحد اللي هو البيور كارديو، اثنين عندنا الفرونت سكوات اللي هو حق الريول طبعا اكتيفيت يور كور، صد دائما يكون فوق، واخر واحد اللي هو البيربيز. هذه ربع ساعة راح تكون ان شاء الله. حان وقت التطبيق السريع، خلينا نشوف التطبيق. جاهز سعيد؟ 24 دبل اندر، 12 فرونت سكوات، واخر شيء 10 بيربيز. 3 2 1 جو. هو الحين لاعب ادفانس عزيز، فراح يسوي الدبل اندر. دائما لازم ايده تكون قريبه من جسمه. في التمرين اذا يكون عنده تايمر او يكون مع بارتنر ممكن في تايم معاه، اشتغل الساعه الحين راح يخلص عزيز، راح يبقى له على ما تخلص الدقيقه. طبعا كل ما خلص اسرع كل ما راح يرتاح اكثر، صح، بس راح يرتفع هارت ريته. الهارت ريته اوكي، يعني مو سهل والله. في الدقيقه الثانيه راح يبلش الفرونت سكوات، ياخذ تو دامبل، صدره فوق وينزل. دائما بالسكوات كنترول النزله، لا تروح بسرعه عشان ما تفقد السيطره على جسمك وعلى كورك، فتعور نفسك. ركبك اهم شيء دائما تروح لبرا، لا تروح لداخل. الحين خلصت الفرنت سكوات، راح يريح باجي الدقيقه، نفرض انه خلصت الدقيقه، فاخر تمرين راح يكون البيربيز. بالنسبه للتكرارات ككوتش انت شلون تحط الارقام هذه؟ او يعتمد على حسب الشخص ولياقته هذا شيء احنا خالصين منه. دائما هو حتى احنا بالبروجرامينج لما تحط حق التمرين في كلاسات نخليها نقول مثلا فروم هذه الدقيقه من 8 عدات ل 12 عده، اللاعبين الادفانس راح يسوون 12 عده، هو تحدي للجميع تقريبا. مثل ما شفتوا هذا كان تمرين اليوم AMOM، تمرين ممتع، استخدم فيه شغلات يمكن او تقنيه ما كنا نعرفها. اذا عجبكم هذا التمرين وراح تشوفون تمارين جايه ان شاء الله، تابعونا في بادي تشالنج.